المرأة في ولاية البراكنة تخالد 8 مارس في ظل تحقق العديد من الإنجازات التي قيم بها خلال السنوات الأخيرة لصالح النساء في مختلف ولايات الوطن. فعالية عيد المرأة في ولاية البراكنة تم إطلاقها رسميا من طرف الوالي المساعد لولاية البراكنة السيد محمد عبد الفتاح والأحمد من مباني الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مدينة ألاج بمشاركة العشرات من النساء الفاعلات على المستوى المحلي. عمل قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة خلال السنة الماضية على تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مكانتها اجتماعيا ووضع الآليات الضرورية لدعم مشاركتها السياسية ونفاذها لمراكز صنع القرار، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية الضامنة لحقوقها وحمايتها. في مجال التمكين الاقتصادي نفذت الحكومة برنامجا للتمويلات الصغيرة استفادت منه حوالي 4500 سيدة من بينهن أكثر من 800 من النساء ذوات الإعاقة، مما انعكس بالإيجاب على دعم قدراتهن الإنتاجية وترقية ثقافة القرض والادخار لديهن. تخللت هذه التظاهرة عدة فعاليات ركزت بشكل أساس على الدور الذي تلعبه المرأة في ولاية البراكنة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كما تم إبراز حجم التدخلات التي قامت بها الدولة في مجال ترقية المرأة وحماية حقوقها ومستوى إشراكها في العمل السياسي والإداري. بمناسبة تخريج عيد الدولي للمرأة أشكركم على حضوركم معنا في هذه المناسبة العظيمة التي تستحق خلالها المرأة الموريتانية كل التهاني والتبريكات في اليوم الذي لا يكفي لسرد عديد الإنجازات التي تحققت للمرأة الموريتانية بفضل العناية الفائقة التي حظيت بها من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ القزواني. وعلى هامش هذه الفعالية تم تكريم عدد من النساء الرائدات في ولاية البراكنة في مجالات الطب والإدارة والتعليم، وفي المعرض المخصص للمنتجات المحلية تفقدت السلطات الإدارية مختلف أجنحة المعرض وما تحتويه من معروضات تقليدية تتمثل أساسا في الصناعة التقليدية والأطباق المحلية، إضافة إلى مختلف المنتجات الزراعية والملابس النسوية القديمة التي تتم حياكتها محليا بأي أيادي نساء البراكنة كجزء من الموروث التاريخي والاجتماعي لهذه المنطقة.